اختتمت فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء في نسخته الخامسة، وقد عرفت فعاليات اليوم الأخير فتح الأبواب في وجه العموم لاكتشاف آخر الابتكارات في مجال صناعة الطيران العسكرية والمدنية. زوينة شي عجبنا، كنشوفوا الطيارات، كنشوفوا الجديد ديال الطيارات الجديد في البحرية. المهم مريض زوين، أول زيارة كانت مهمة بزاف ورائعة، حتى لي زونفون فرصة باش ما كيبقاوش عايشين في داك الخيال اللي كيشوفوا هي الطيارة راهي في السماء كيفاش دايرة في الواقع وقدامه كيفاش دايرة تيولي تيشوفها. المهم هادشي راه الحمد لله زين، كل مرة في العام تيكون بحال هكا راه مزيان، الناس تيعرفوا بعدا شحال من حاجة، كاين اللي ما عارفش، كاين اللي ما كاين اللي زعما انسان مزيان باش هادشي يعرفوا الناس. حسب المنظمين الدورة حققت أهدافها سواء بالنسبة للمهنيين من خلال اللقاءات الثنائية وتوقيع بعض الصفقات، أو بالنسبة لعدد زوار المعرض، وقد تميزت هذه النسخة الخامسة بمشاركة بعض الدول الرائدة في مجال الطيران والصناعات المرتبطة به كبريطانيا وفرنسا وإيطاليا. الجديد في هذه الدورة هو المشاركة لأول مرة للقوات الجوية الفرنسية وطائرات الغافال، كما شاركت لأول مرة طائرة ضخمة الـ400M من طرف القوات البريطانية المعروضة إلى جانب الطائرات الحربية. تشارك كذلك لأول مرة القوات هناك فرق متميزة مثل فرسان الإمارات، القوات الإسبانية باترولا أغيلا، القوات الإسبانية اللي قدموا عروض متميزة طيلة أيام المعرض. وللأهمية التي بات يحظى بها المعرض لدى المقاولات والعموم، فقد حرص المنظمون على استمراره كموعد يتجدد كل سنتين بالمدينة الحمراء.